السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتنا لكم مشاهدين عبر قناة الإيمان مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر وحلقة جديدة من برنامج حكيم مسؤول تنطلق معكم ودائما من وحي القضايا الكثيره التي نعيشها في هذا البلد نحاول ان نطل عليكم مستمعينا ومشاهدينا بطرح هذه القضايا بكيفيه الفهم الذي يفترض ان نحصله كمواطنين مقيمين في هذا البلد ومسؤولين ايضا عن هذا البلد اليوم اخترنا ان نطل على قضيه حساسه جدا من العام 2011 تقريبا ولبنان هو في يعني واجهت إذا صح التعبير هذه القضية الحساسة ولكن للأسف إلى اليوم ربما لم يحسن إدارتها ووصلنا إلى ما كان يفترض أن يعني نستشرفه بما مضى من السنوات من خلال طريقة معالجة هذه القضية ألا وهي قضية النزوح السوري إلى لبنان بعد نشوب الحرب في سوريا. اليوم هناك عروضات من الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية للبنان لكي يمكث هؤلاء أكثر فأكثر داخل لبنان ولا تحل القضية المتعلقة بهم فماذا حول هذا الموضوع؟ نسأل في هذه الحلقة ما حقيقة المليار يورو التي عرضها الاتحاد الأوروبي على لبنان في إطار معالجة ملف النازحين السوريين هل تأتي هذه الخطوة لمساعدة لبنان في احتواء الكلفة الباهظة التي لا زال يتكبدها حتى اليوم جراء استقباله لأكثر من مليوني نازح على أرضه أم لتحويله إلى شرطي لمنع الهجرة غير الشرعية نحو البلدان الأوروبية وهل سيصل السجاد الداخلي والذي شاهدناه وقيل بان هناك ربما اجماع حول رفض هذا الموضوع ولكن لا ندري بجلسه يوم غد النيابيه هل سنذهب الى قبول المليار يورو قبول هذه الهبه ام رد هذا المليار الى اصحابه مع الاستمتار الشديد أوروبا للبنانيين خذوا المليار واحتفظوا بالنازحين هذا هو عنوان حلقتنا وطبعا موضوع يعني مثار بشكل كبير جدا في هذه الأيام ولا مع ارتباط ايضا الكثير من القضايا اليوم بمخيمات النازحين الموجودين في بعض المناطق اللبنانيه من انتشار للاوبئه وغيرها بعد ان خفضت الهيئات الدوليه مساعداتها للنازحين، بكل الاحوال تفاصيل كثيره يحمل هذا الموضوع، ارحب بضيفي في, في الاستديو للمعالجه والمتابعه مدير المحاسبه العامه السابق في وزاره الماليه الاستاذ امين صالح، اهلا وسهلا فيك اهلا فيك صباح الخير لك ستنا وصباح الخير للمستمعين. صباح الخير لأسرة طيب الإيمان وإزاعة البشائر يالا. إن شاء الله بذلكم بشائر خير إن شاء الله نحن رح نضلنا بهالبلد نبشر بالخير إلا ما نوصل يعني إن شاء الله <applause> لا وهالخير نلاقيه. لابد إن شاء الله آه والخير لازال موجود طبعاً <applause> ببعض القلوب والنفوس والناس الوطنيين بهالبلد اللي عم يسهروا ويحاولوا يصلحوا ما افسده لا. الاخرون مثل افضلكم استاذ امين اهلا وسهلا فيك معنا فيك. اليوم ملف كتير كبير ملف النزوح السوري الى لبنان مش اول مره بنطرحه ببرنامجنا ولكن كل فتره والتاني بنحس بنرجع شوي بيطلع على السطح مع انه هو آه لا زال يعني حاضرا بقوه واثاره وتبعاته عم نحصدها شيئا فشيئا بداية بدي ارجع معك شوي استاذة امين، تعاطي لبنان مع هذا الملف من البداية شفنا صار في حرب والسوريين خرجوا يعني قسرا من بلادهم وانتشروا في بلدان كثيرة منا لبنان. ولاحظنا طريقة التعاطي مع هذا الملف اختلفت. لماذا لبنان كان له تعاطي ربما إذا فينا نقول غير مسؤول أوصلنا أو إلى ما نحن وصلنا إليه اليوم. شو كان لازم يعمل وقتها لحتى ما نوصل للي وصلنا له استاذة يعني لابد بداية من القول بانه لبنان ازمه كبيره. م. لبنان بحد ذاته من لما وجد هو ازمه كبيره. أه. آه وبالتالي الان نعيش ازمات متفرعه عن هذه الازمه الكبيره. يعني عندنا ازمه الـ الـ السلطه في لبنان، م. نظام الحكم في لبنان. عندنا ازمه الطائفيه في لبنان. نحن عندنا ازمه الوجود السوري النزوح السوري في لبنان قبل الاعتداءات الصهيونية على لبنان آه وبالتالي هلأ في ظل كل هالأزمات الأزمة الوجودية الكبيرة هي الانهيار الشامل في لبنان لا. سياسيا اقتصاديا ماليا نقديا اجتماعيا تربويا صحيا اللي بدك وهلأ أزمة النزوح السوري تخبو ثم, ثم تشتعل بقدرة قادر، م. طيب ليش هلا يعني اجوا الاوروبيين قالوا لنا خذوا مليار اورو وخذوا هول النازحين السوريين حطوهن عندكم، هيك يعني هي انه هلا فقوا انه في نزوح سوري في لبنان وانه في مشكل في لبنان، ام انه لزياده اشعال الفتن في المنطقه وخاصه في لبنان، لانه نحن اليوم نخوض حرب مسانده لغزه في حرب صهيونيه اباديه تمارس الكيان الصهيوني على الفلسطينيين في غزه وعلى كل عموم فلسطين يعني بالضفه الغربيه وقطاع وبالتالي انه اليوم آه تاعو نخلق لكم مشكله جديده ايها اللبنانيين هلا في بهذا, بهذا, بهذا الاطار انا بحطها بهذا بهذا الاطار آه. هلا آه. ولكن هي في السياق العام يجب أن يعرف اللبناني والعربي والمسلم والمسيحي في هذا المشرق العربي الكبير أنه ما نعيشه اليوم هو نتيجة السياسات الإستراتيجيات الإمبريالية الموجودة في المنطقة سياسات الغرب اللي كانت بزعامه فرنسا وبريطانيا واللي قسموا بلادنا سايكس بيكو قبل منون ثم بزعامه امريكا اليوم التي تهيمن وتريد الهيمنه على كامل المنطقه بكل مواردها وبكل ثقافتها وعمال استلاب ثقافي وتغريب ثقافي وكل شيء فهذا المخطط مخططين العالم العربي يعيشهما المخطط الاستراتيجي الصهيوني بتقسيم المنطقه والمخطط الامريكي اللي هو اكبر من المخطط الاسرائيلي هو التفكيك تفكيك المنطقه وتفتيت المنطقه وبالتالي النزوح السوري هو نتيجه هاتين المخططين والا يعني انه ولا السوري ما اجى بارادته ولا انه اجى لانه آآ آآ فقط انه جاي هو يعيش بلبنان لا ممنوع يرجع بارادته استاذ امين يعني اليوم ممنوع يرجع حتى ايه بارادته أيوة لانه ايه. في سوريين اليوم او بدهم يظهروا من لبنان او بدهم يرجعوا على بلدهم فحتى هيدا ممنوع اليوم حتى هذا لانه الغرب وقت على سوريا جاء بقصد التفتيت يعني نحن بنعرف كلنا سوا انه فوتوا على سوريا على كل فترات الحرب من سنه 2011 لغايه لغايه هالتاريخ انه حوالي 300 الف مسلح ما ننسى اليوم انه سوريا مقسمه سوريا ما أنا موحدة جزء بيحكموا النظام الحكومة السورية الرسمية وجزء بيحكموا الأتراك وجزء بيحكموا الأكراد وجزء بتحكموا أمريكا وما بعرف مين بعد ما حتى ما أنسى حدا م. هذا هو الوضع السوري المشتت المبعثر المفتت واللي كذا واللي أدى أدى إلى نزوح قسم من السوريين حتى م. اللبنانيين ما بيعرفوا قديش حجم النزوح السوري م. يعني <applause> هذه اليوم نحن ما في احصاء الامم المتحده هذه مفوضيه الامم المتحده للاجئين بتقدر بمليون ونص يعني <applause> دائما بخففوه <تصفيق> <تصفيق> ونحن عندنا بلبنان يمكن الامن العام اللبناني بيقول مليونين و ألف آه ثم نحن ما بنعرف من هو الشرعي وغير الشرعي من الشرع مين الم... اللي معه إقامة ومين اللي غير إقامة يعني حسب إحصاءات يمكن الأمن العام بلبنان وكذا إنه 20% فقط من الموجودين السوريين في لبنان هم يحكم شرعي. يحملون إقامة وبالتالي نحن ما عندنا إحصاء دقيق نعم. آه وبالتالي نحن ما بنميز نعم. إيه بين و... إيه بس ما بين كتبين. السوري النازح إيه. وبين السوري الذي كان يقيم في لبنان ويعمل في لبنان نعم. والذي هو بحاجة نحن بحاجة بالاقتصاد اللبناني إلى هذه العمالة السورية لأنه معلش يعني ما يأخذونا اللبناني. اللبناني. ما بدنا يشتغلوا آه بالأعمال اللي بيقوم فيها السوريين. بس نحن بالمبدأ أنه مش ذنبه السوري انه هو فات تهريب و... ولقى فرصه انه يفوت على لبنان ويمكن انقذ حياته يمكن ما بعرف كانت الاسباب بس ما في دوله كمان ما هي ما قامت بواجباتها انه منعت المعابر غير الشرعيه لحقت الاشخاص عبر البلديات من عم بيفوت لعندكم لحتى منظم يعني بالنهاية هذا الموضوع طرق فجأة على لبنان ولكن الدولة لم تكن حاضرة وخاصة انه في ناس قالوا لهم انه بالداخل انه مش شغلة الدولة اصلا تتدخل بهالملف نهائيا، يعني حتى كنا بنتذكر انه المساعدات لم تقدم الى الدولة لتقدمها للناس او لتنظم امورهم، انما اعطيت للجمعيات الان جي اوز. هون المكمن الخلل الاساسي بتصور من طحيح. البداية استاذ معنا لليوم ستنا في ثلاث عناصر اساسية في تكوين الدول. الاقليم يعني الارض السكان والسلطة السياسية السيدة. السلطة السياسية السيدة. نحن على الأرض موجودة والسكان موجودين, موجودين. ولكن نحن نفتقد إلى سلطة سياسية سيدة. نحن بكل صراحة السلطة الممسكة بالحكم في لبنان هي سلطة تابعة للغرب. خلينا نحكي بكل صراحة. وبالتالي ما يمليه عليهم الغرب يقبلونه. اليوم اجوا قالوا انه هون نزحين السوريين بدك تقبلوهم قبلوهم حتى السلطه في لبنان لم تنظم هذا النزوح السوري يعني بخلاف تركيا مثلا بخلاف الاردن اول شيء عندنا مثل ما عم لك السبب الاول هو تبعيه القوى السياسيه بمعظمها الى الغرب لا. مثل ما بده الغرب وهون بالطاحضه وقت اجى النزوح السوري قسم من اللبنانيين كان ضده والقسم الاخر قال نستميت ولا نعيد السوريين النازحين الا على جثثنا بنا رجعه طوعيه وامنه وكذا نزيتهم هود اليوم استشعروا الخطا بنا النزوح السوري نكبوا. لا مش هيك نحن يعني السوريين هم آه آه عرب آه هم اشقاء لا. لان هم هم آه آه يعني جيران, جيران لان لا. مساله العودة لا بنيهن يروحوا على جثثنا ما بنيهن يروحوا ولا بنيهن يروحوا قسرا وبالاقراه وبالكذا لا في مساله مفروض انه على السلطه السياسيه في لبنان سلطة ما حدا يقول انه ما في رئيس جمهورية وحكومة تصرف الاعمال منو صحيح هذا ما, ما نو صحيح ما نو صحيح الكلام آه. السلطة الفعلية في لبنان موجودة برئيس ولا بغير رئيس آه. زعماء آه آه موجودين وانا اقول هذا الكلام على مسؤولية زعماء السياسيين الموجودين في البلد للطوائف هم الحكومة الفعلية هم الحكم الفعلي في البلد هن عليهم ان يتخذوا القرار في حل المسألة السورية اول شيء مفروض السلطة السياسية في لبنان أن تتكلم مع السلطة السياسية في سوريا ما فينا نحل نحن الأزمة بدون ما نحكي مع الحكومة السورية اليوم بكرة ب27 أيار رايحين على بروكسل يعملوا مؤتمر من شان بيقولوا هني دعم السوريين وتنظيم النزوح وكذا بدون دعوة سوريا بخي هو سوريا المسألة هي مسألة سورية بدون ما تروح الدولة المعنية الأولى هذا شيء مستغرب اثنين انه اه هون نحن بدنا نخلص من قصه الانقسامات اليوم في نوع من الاجماع عند اللبنانيين لعله خير يمكن نحصل اول مره انه نحن خيبنا نرفض التوطين وبنا الناس السوريين عظيم طالما هذا الموقف متخذ بكره عندكم بمجلس النواب بلا ما تعملوا توصيه وتقولوا للحكومه انه ربطوا رح رح يعملوا له مخرج ربط ال ال لانه ما رح يقدروا يرفضوا لانه كل القوى معظم القوى السياسيه على الغرب والقوى السياسيه اللي ضد الغرب عندها مشاكل اهم بكتير بنحكيها بكل صراحه وبالتالي بكره بقولوا اربطوها انه بعوده شو بعوده؟ اموال قانون ملزم للحكومه مش انه توصيه، التوصيه غير ملزمه للحكومه الحكومه بتنفذها او ما بتنفذها ما لا. غير ملزمة لها وثاني بتعمل قانون تلزم الحكومه باتخاذ التدابير لاعاده النازحين السوريين الى ارضهم ما حدا يقول لي انه ما في حل في حل طيب رح نحكي اكثر يعني حتى ما نستبق المحاور نفس الاوروبيين تعاطوا مع دول ثانيه غير ما تعاطوا مع لبنان يعني مم. شفنا الاتراك الرئيس التركي قدر يحرك هذه الورقة وقال لهم إن أنا بفتح البحر خلوا يروحوا لعندكم وإلا بتساعدونا بتكاليف بقاء الناس هنا السوريين فلبوا يقال أنه يمكن سبع مليارات ما بعرف قد الأرقام بس شيء مهول أنه المليار نحن ولا شيء يعني ببحرهم ليش لبنان دائما حيط واطي اذا فينا نقول ما نحن نفس الشيء كمان نقدر شو لك من السلطه السياسيه واطيه نقدر نحن انه ما كمان عندنا هيدي الورقه لهالدرجه انه ولو ما نحن كمان عندنا ازمه اقتصاديه وفينا نفوت مليارات من خلال هذا الموضوع من بنحفظ كرامه هذا النازح وبيقعد مش اليوم في عنا مخيمات واوبئه ووضع للاسف يعني مزري عم يدفع ثمنه كمان من صحته من من اشياء كثيره ونفس الشيء الوقت لبنان بينتعش من خلال هذه الاموال ذكر لك, لك الفرق نحن يعني تركيا بحدود 80 مليون نسمة ومسيحه لا. جغرافيه كبيره وواسعه بيقدروا يستوعبوا الى اجل نزوح سوري كبير ولا صغير لانه لا يشكل خطر ديموغرافي على تركيا وعلينا الاقتصاد التركي اقتصاد كبير جدا قد اقتصادنا على شي مئة مره او اكثر من 100 مره وثاني شيء وثاني تركيا هي في حلف الناتو في الحلف الاطلسي مم. وبالتالي يعني حتى نقول شو ما كان انه بالنتيجه بتدور بالفلك الامريكي شو مشكلتنا نحن بلبنان مشكلتنا اول شيء ان نزوح السوري يعني عدد السوريين في لبنان يشكل حوالي 40% من سكان لبنان الـ 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 الاصليين هذه مساله ديموغرافيه بقاء هون بخرب الهيكل الديموغرافي تبع البلد كله سوا اثنين نحن بلد منهار اقتصاديا نحن مفلسين نحن دولة مفلسة نحن إذا ما فيها دولة مأمنة لا مي ولا كهرباء ولا تلفونات ولا تربية ولا تعليم ولا صحة نحن عايشين بالبدائية الأولى للإنسان لبناني لبناني يعني اليوم هو مدبر حاله فاتح كل واحد منا دولة حسابه هو مأمن المي أنت حضرتك عايش وبتعرف بأمن المي وبأمن الكهرباء وبأدم التربية وبأدم التعليم وبأمن كذا ما في عنا دولة نظمة دولة بتاخذ شوية مصاري بتعطيهن لشوية موظفين وإنه ماشي الحال في عنا هيكل آه الدولة. آه اثنين انه بتركيا دولة كبيرة تركيا عندها مرونة واستقلالية يعني بتحاول روسيا بتحاول إيران بتعمل حلف معهم بتنسق هوي وياهم بتتخانق هي وأمريكا نحن مش مسترجين نرفع راسنا ضد أي دبلوماسي أوروبي بيجي على البلد ضد أي دبلوماسي أمريكي موجود بالبلد وبالتالي نحن ما عندنا سلطة مثل ما قلت أنا بعكس الدول بالأردن بالأردن منظموهم بالأردن حطوهم بمخيمات ونظموهم وعم ياخذوا مساحات آه. المشكل وين الأساسي في لبنان انه اوروبا وامريكا بدهم يعاقبوا لبنان مثل ما عاقبوا سوريا وحاصروها ليش بدهم يعاقبوا لبنان خلينا نقول بكل صراحة لا. لأنه لأنه لبنان انتصر على إسرائيل بال2000 وبال2006 مش مسموح لحدا ينتصر ولا لمقاومة اثنين لبنان فات على سوريا ودعم النظام السوري ضد الدواعش م. كمان هني ما كان بدن هيك كان بدي يسقطوا النظام السوري ثلاثة لبنان مقاومة والجيش اللبناني انتصروا على الدواعش في الجرود في حرب الجرود بلو. وردوهن عن ان نجوا على لبنان مم. وهذا ما كان بدي لا الامريكان ولا الاوروبيين من شان هيك الغاية الاساسية من ابقاء النازحين في لبنان هو احداث هذا التغيير الديمقرافي ديمقرافي. ومعاقبة لبنان كله سوا و تفتيت اكثر مما هو مفتت. نعم. هذه غايتهم وبنفس... الاوروبيين آآ آآ والامريكان وتمشي... وعدم عدم رجوعهم لاعمار بلدهم ما ننسى نحن مع هذا الكادر البشري اللي موجود عندنا مليونين و اذا رجع على سوريا ما بصير في نهضه وفي تنميه وفي دوله بترجع بتقوم بابنائها هذا هو... كان بأبناء هذا ما هو فيه ممنوع. مشكل فيه مشكل بينه وبينك نحن مم. في العقل العربي كمان عندنا مشاكل يعني نحن مثل ما عم نحكي كسلطه ما بدنا نروح نحاور سوريا لانه عاملين قانون الامريكان قيصة. مناهضه التطبيع مع النظام السوري ما بده مم. عرفتي كيف اما بترضخ سوريا لمطالب أو, او 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 لا الاوروبيين بياخذوا من عنا نخبه شبابنا مم. اللي بيستفيدوا منه ابدا شوف شيء مثلا الناس اللي بيهاجروا مهندسين واطباء ودكاتره ومهنيين وتقنيين بياخذوهم أيه. لانه هني بحاجه لشباب باوروبا لانه شعوب هرمه اما ياخذوا هو النازحين هو شو بدهم فيهم يعني ما بيعتبروهن بيعتبروهم انه هن هو من الارياف ومجموعات يعني بيحكوا عنها كلام سيء وهن ما بدهم يهنوا فبدهم يهنوا انه ما يروحوا لعندهم شكله خطر على مجتمعاتهم وبالتالي خليهن عندكم بحققوا اهدافهم السياسيه والاستراتيجيه عنا وبالتالي نحن تخذوا هالمليون طيب. وعملوا حرس حدود مليار بقالي. مليار عفوا عفوا مليار اذا بدنا هذا المليار بده يضايقنا من اليوم لل 2027 نعم اربع, أي أربع أي. سنين اربع سنين كمان بالمعيار العارف والخبير بوضعنا اللي هو منهار وما في شيء هال 250 مليون دولار اللي بدنا نعطى بكل سنه واللي هن بحسب ما بعد الياتهم مش واضحه ورجعوا اضطروا طلعوا بيان ثاني فسروا انه لا يا لبناني ما تنبسطوا هذا ما راح يروح لكم مباشره راح يروح لقوى امنيه لتعزيز القطاع الاقتصادي وغيرها يعني عناوين مبهمه وملتبسه ما ما في شيء مبين منها يعني بقى احدهم قال انه هالقد نحن مستوانا مليار م. شو تعليقك على هذا الموضوع لا لا هذا هذا بيعرفوا نحن مشيتنا بيعرفوا مشيت حكامنا لانه هن مليار والزيادة بيعرف... وزياده علينا لا هن بيعرفوا هن المليار مش رح يروح على الاقتصاد مش راح يروح عائد على الناس اللي بس ما هن شرطين قبل ما نو... قبل ما يوصل لجيوبنا وهن... وهني هني حتى. مش هن شرطين هني حتى انا بدي اسال الحكومه اللبنانيه اذا في حكومه او سلطه، انتم اخذتوا من صندوق النقد الدولي مليار و135 مليون دولار حصتنا بصندوق النقد الدولي كيف صرفتوهن؟ حدا بيقول كيف صرفوهن؟ ما مبين أبداً, ابدا 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 من اي أن... سنه هول اخذوهم؟ هول اخذوهم من سنتين مؤخرا ايه من اثنين انتم انتو هل مليار شو بك تعمل وجهه انفاقه ثلاثه هل انتو هيدي هبه او غير هبه ممكن ممكن كل ممكن مبلغ, مبلغ كل مبلغ يقدم كهبة أو كمساعدة إلى الدولة يقتضي على الدولة أن تقبل بمرسوم في مجلس الوزراء وأن يسجل في وريدات الدولة وأن تخصص له اعتمادات للإنفاق في موازنة الدولة كيف رئيس حكومة بيقبل بدون مجلس وزراء ياخذ قرار، كيف مجلس النواب انت هلا بكره بدك تناقش هذا الموضوع، كيف انت بكت ليه ما بدك تسالها للحكومه؟ كيف يا رئيس الحكومه باي صفه انت هن قالوا في مساءله إلى بعض الكتب بكره بدنا نسائل بس معودين نحن الفو بيعملوا رح يطلعوا يعني. بكره رفض بس رفض مبطل بحطوا شروط مبطل انا بدي اكثر من هيك مم. من سنه 2011 كل المساعدات النقدية التي قدمت إلى لبنان كل الناس بتعرف أنه السوري النازح بياخذ نقدا وبياخذ عينا وبيدفعوا عنه للصح وللإستشفاء ولا وللصرف ولا الصرف الصحي ولا حتى ميت الشرب عظيم. على عظيم مخيمات. كيف دخلت هذه الاموال الى لبنان؟ آه. عبر مين؟ عبر منظمات دولية كان المفترض فيها أن تقدم هذه الأموال إلى الحكومة وأن تقبل الحكومة هذه الأموال وهي التي تصرفها بعلمها هيك يفترض يكون السياق أكيد. لمجرد أنه عندنا نزوح فبتجي اليونيسف وبتجي غيره وهم بيتولوا الأمر لا بدل في ممر عبر الحكومة نحن ما دولة بنعطي عن حالنا السيادة وين السياديين وين السياديين؟ بس السياديين اذا المقاومه ردت على اعتداء اسرائيلي، اوه ما في الا هذا خرق للسياده وانه في سلاح غير شرعي، اما كله ليك مين بيجي؟ مفوضيه الامم المتحده آه. مستولي الامر للاجئين البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الاوروبي هودي كلهم متعاونين مع مين؟ منظمات محليه آه هاي المسميها اون جي اوز آه. تقبض هول المستفيدين بيقعدوا بيستفيدوا هني بياخذوا فكرة هول ما, ما بهمهم كمان آه. عندهم عندهم موظفين وعندهم مساعدات وعندهم اليات وبيوزعوا وبروح تصور لحد وين انه كل هالاموال مباشره بتروح للنازح السوري نعم. وهي المنظمات بتساعد النازح السوري بتامنه المدارس والاستشفاء والاطول اكثر من هيك والأنكى من هيك انه بيروحوا هاي المنظمات بيستاجروا اراضي زراعيه للسوريين ليزرعوا فيها ارض م. بيروحوا بيعملوا لهم مؤسسات ومراكز تجاريه وباسسوا لهم اياها وبيسلموهم لك اكثر من هيك هاي المنظمات مطلوب هالقد ايه هاي المنظمات الدول بس بالمبدا هيك المطلوب التعاطي مع النازح ولا في شيء ما إيه. علاقه هن مفروض ايه. انه اذا في نازح سوري ونحن اه. كدوله امنين ومنظمون لحين انه نتفاوض ممنوع نحكي مع سوريا حتى النزوح هيدي كلها المفروض ان تمر عبر الادوات الرسميه اللبنانيه دول. عبر وزاره الماليه وزارة الشؤون الاجتماعيه وزارة المهجرين الامن العام اللبناني كل هذه يجب ان تكون والجيش اللبناني هذا ما في منه هذا ما في منه ابدا في لبنان ليه لانه ما في سلطه بعد ما نقول ما في سلطه رسميه سلطه سيدي ذات سيدي. ما في سلطه ما في. او السلطه متواطئه بيختلف الوضع ما ال... لا ما, ما, في سلطه بالمعنى السي... السيدي مم. في سلطه بس اخذت اموال الناس واخذت المال العام وافلست البلد نعم. وهذا من ضمن سياسات الافلاس وانه لك يا اخي البلد مهدد ديموغرافيا، مين هددوا ديموغرافيا؟ معلش خلينا نحكي بكل صراحه، بدناش نحكي نحن عنصريين، وهودي اخوان اشقاء اجوا اجوا عبر عبر ظروف حرب ومحارب، المشكله لا أكثر حرب اجوا اوروبيين واجوا الامريكان عم يستعملوها اداه ضد النظام بسوريا وضد المقاومه وضد اللبنانيه كلهم سوا يعني ما تتصوري انت الاتحاد الاوروبي مفوضيه الامم المتحده الاتحاد الاوروبي برلمان الاتحاد الاوروبي يصوت على عدم عوده النازحين والدوله اللبنانيه ردت ردت بشو بكلام آه انه اجتمع مجلس النواب وعمل توصي حكي الرئيس ميشيل عون يوما انه نحن ما حدا بيفرض علينا انه يكون في عنا آه ليجي او او كذا هذه اراده بس انتم اخذتوا مواقف آآ 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 شفهي مم. كلامي مم. ما عملتوا اي تدبير لاعاده النازحين السوريين بتتذكري وتنصر في نقاشات حول هذا الموضوع واختلف رئيس الحكومه مع وزير المهاجرين دكتور عصام شرف الدين لان بوجبته يعني دكتور عصام شرف الدين من الوزراء اللي قاموا بو بوجبته كيف كفولوا يدهم عن هذه العمليه ليش؟ لأن الاوروبيين ما بدهم لأن الامريكان ما بدهم الرئيس ترامب الامم المتحده بال2017 بال2017 بيقول انه كل هؤلاء اللاجئين يجب ان يوطنوا في الدول القريبه منهم توطين يا ليش توطين ليش توطين بلادهم بعدها موجوده ليش توطين و... سوريا قد لبنان على عشر مرات م. في اماكن بيقدروا يرجعوا ليه ما يرجعوا على بلادهم توطين كله تهجير وتفتين وتوطين مثل هلا مثل هلا بالنسبه لشعب غزه هجروهم طلعوا من غزه بيجوا الامريكان بيعملوا مينا وبيجوا بيقعدوا هن حلو يعني شيء مؤسف هيك الواحد لما بيطلع شوي نحن اليوم من 2011 لليوم يعني صرنا 13 سنه نعم. آه والملف بعده عم يتفاقم ويمكن رايحين بعد لشيء آه افظع من هيك لانه عندنا هلا اجيال خلقت بلبنان عندنا جيل سوري خلق بلبنان آه ما تعرف على بلده اصلا وهو ولد ولقى حاله موجود بلبنان هذا كمان عم بتاسس له ل يعني نوع من التوطين نوع من البقاء بلبنان حتى يمكن اذا قالوا له بكره بنرجع على سوريا يمكن ما يرجع يعني كمان هون في تغيير حتى بال حسب الحس الوطني او الانتماء حسب الوطني حسب الدراسات الديمغرافية م. وخاصة زميلنا وصاحبنا الدكتور علي فاعور ايه. عمل دراسات قيمة بهذا الموضوع حلقات على حول, حول الديموغرافيا اه. وعم نستفيد من من خبرته وبنوجه له كمان تحية خلينا بقول معدل ولادات النازحين السوريين هي ضعفين او ثلاث اضعاف ما بعرف اضعاف الولادات عند اللبنانيين لبنانيين. ما اللبنانيين صاروا مفرنجين هلا انه ما عادش بدهم اولاد كمان حتى في وب... ظل الواقع <applause> الاقتصادي صار <صح> الولد <applause> يكلف كمان بينما هو <applause> زياده الولادات عاده بتتم بالمجتمعات الفقيره مم. بالمجتمعات الغير مؤهله مثلا ثقافيا او فكريا او كذا او يعني مم. عمليات غير مدروسه وبالتالي طيب هو بشكله اليوم 40% النازحين السوريين من السكان طيب اذا هلا هل ولا في امل بالعوده لغايه التاريخي ما في امل لانه الدول الاوروبيه اخلي قرار بالتوطين والتجنيز والدمج كل العمل المنظمات الاوروبيه ومفوضيه الامم المتحده هي الدمج اذا بتلاحظي انا امبارح كنت بدعوني دعوني على ورشي حول الحمايه شبكه الحمايه الاجتماعيه للمجتمع اللبناني تقري فيها بين السطور دغري انه التمكين ايصال الأموال إلى التعليم كيف بنوصل إلى الصحة دائما بيحطوا لك بما فيهم أنه تأمين الأسر وأعطاء مصاري وحتى يوصلوا ولادن إلى المدارس بين هلالين بما فيهم النازحين السوريين, السوريين. يعني عم بيفوتولك حتى بعقلك حتى بمساعدات كتير مشروطه انه نسبه للنازحين ونسبه لللبنانيين حتى يعني حتى, مقتب... حتى اللي عم بيساعدوا في لبنان يعني برافو كله مشروط على وقت انعمل مؤتمر سادر سنه الـ 2018 بباريس وحضر الرئيس الحكومي يوم نعم. كان آآ كان انه من شروط إعطاء القروض وهي ما انعطيت عرفتي كيف م. إبقاء النازحين توطينهم تجنيسهم دمجهم هاي كلمة الدمج مش بس توطين يا أخي كيف تدمي م. الشعب مع شعب اخر بس بلش بلش بالمدارس يعني بلشي مع انه يعني انا بسالك سؤال انه اللبناني هلا بيروح م. على المستشفى اذا ما حدا دعمه بضل بريت المستشفى م. بس اليوم النازح السوري بفوت بفوت عظيم هاي حقوق انسانيه نحن مانا ضدها عبر بس انت يا اخي طيب اذا بدك تدعم النازح السوري ما فيك تدعمه ببلده هي 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 ببلده ليش اللي بيمنع الحكي انه هو ضد النظام السوري انه انتم ليش النظام السوري يعني آآ آآ لبنان نحن مسؤولين اذا كان هناك ما في تجانس بينكم وبينه كاوروبيين وكغرب شو عملت؟ <applause> ليش تحديدا اوروبا هي اللي خايفانه من الموضوع ليش اوروبا فقط هي من تدق اليوم نقص الخطر لانه هن اقرب لانه النازحين لأنه ما انت لاحظي بس لانه الهجره عبر البحر عبر اللي هي اي بتوصل أيسر أيسر آه ما في هذا النازح على امريكا شوفي ما هي امريكا يعني امريكا عندها موقع استراتيجي مميز جدا هي, بعيده شوفي في حرب على عظيم بس انه الاوروبيين هن شعوب هرمه وهن اقتصاد يتاكل وهن اقتصاد منكمش وفي تراجع حتى اكبر اقتصاد في امريكا في تراجع يعني مبسوطين انه اذا بيتقدم بنخفض التضخم شوي او بيتقدم النمو 0.1 واحد هيدي وحده اثنين انه هو ما بيقدروا يندمجوا مع الشعب الاوروبي هن بياخذوا نخب نخب مثقفة المتعلمة التقنية كذا بياخذوها بعيش هذا رايح هونيك يعيش مهندس ولا طبيب ولا كذا بس هذا شو بدهم يشغلوه هونيك في عندي مشكلة أنا بعرف أنا رحت على السويد سنة الـ 2020 كان خيي هونيك وكذا رحت هونيك شو كيف بيهتموا السويد تركوا اللبنانية واهملوهم وصاروا يهتموا بالسوريين انه هودي كلاجئين سياسيين هودي مضطهدين من نظامهم راح يأمنون وظائف بس وين بدهم يأمنوا لهم وظائف؟ يأمنوا لهم وظائف بالاحراج عامل احراج تنظيف الاحراج شو بدهم يشغلوهم يعني غير هيك وكذا اليوم استاذ امين شو الخطر اللي بيشكله الاقتصادي خليني احكي؟ الوجود السوري على اللبناني وعنا للأسف بهالمرحلة المرحلة عم نشوف كمان خطر أمني أحياناً طبعا هذه الارقام عم تحكي والمعطيات لما يقال انه 70% من الموجودين اليوم بجنح وقضايا وغيره هن من السوريين وليس من اللبنانيين هذا حكي رسمي وموثق وغيره بس نحن عم نتحمله كبلد كلبنان على الاقل يرحل هؤلاء الى المحكومين اللي عليهم جنح وغيره يرحلوا الى بلدهم هناك يتم التعاطي معهم يتخفف منه لبنان حتى هيدي النقطه ممنوع كمان طب في عنا خطر امني في عنا خطر اقتصادي شو يعني حتى اللي عم يسمعنا اليوم نقول والله انه هذا الوجود هلقد صرنا متحملين منه نحن عندنا خطر ديموغرافي بالدرجه الاولى اثنين خطر امني هذه التوترات التي تحدث انت بتحذر الجريمه تنتعش بالمجتمعات الفقيرة بقى. وهو النزحين هن مجتمعات فقيرة عرفت كيف يعني ومجتمعات يعني تفتقد إلى الوعي إلى الثقافة إلى 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 ما إلى، وبالتالي آه يعني هذا السوري اللي بيشتغل هون وبشوف هذه العيشة في لبنان وهذه المناظر في لبنان يرتكب شوفي أمساني هذه المرأة اللي قتلوها بالأوتال بال... بالفندق ما عنده يعني ما في كابح لإلو، تاني شيء سوريا بيقول لك أنا بعمل جريمة بهرب على سوريا مزبوط. في بتخف. مهارب قد ما بدك آه آه. بسوريا، اثنين التنافس هذا على, على الصعيد الأمني عدا عن إنه يا طيب كمان هودي معرضين أنه يكونوا يعني بيشتغلوا لصالح مخابرات اجنبيه لصالح مخابرات اسرائيليه هذه كلها بينت مع من حكام عنا جرائم السرقه وكذا ما بدنا نحط كلنا على السوريين كمان عنا بس القسم الاكبر لا فينا البركه إيه بس عم نحكي القسم الاكبر اثنين إيه. 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 التنافس يعني اللي عم يجي يعمل محل م. مثلا شوفي الخضره محلات الخضره محلات الزراعة مم. حتى مع محلات التياب وغيرها وكذا وكل شيء طيب ما هذا تنافس اقتصادي مع مؤسسات اقتصادية موجودة في مم. لبنان خاصة وأن الاقتصاد في لبنان عندنا منها اثنين السوريين النازحين يعني مليونين نسمة مليونين ومية استفادوا من الخدمات الأساسية اللي بتقدمها اللي ظلت تقدمها الحكومة واللي هي كانت مدعومة مم. يعني قديش مثلا شوف دعم الخبز هلا صحتين مجبورين نحن لانه كمان وقت كانوا اللبنانيين يروحوا على سوريا كانوا يساعدونا السوريين آه. مش مش المساله هيك بس نحن عم نحكي كاقتصاد طيب انه يعني معنا مليونين و ألف يعني بدك بالنهار اذا كل واحد بده قديش كم ربطة خبز قد ربط ايه بدهم مم. بنزين قد ايش كانوا مزود كان فيهم ازمه كان كمان استفادوا من الدعم بس نحن بلبنان كمان بنكبر الحجر كتير مم. لا مش هالقد أنه, انه انه انفقنا على السوريين 40 مليار دولار آه. و50 أه. مليار دولار يا خي منين انفقتهم مم. ما عندي كل اقتصادك قبل الازمه بلبنان كان 53 مليار دولار مم. يعني ما يكبروا اللبنانيين آه ليش بيكبروا لحتى نستجلب اموال انه بيعطوها مصاري من برا من الاوروبيين بيعرفوا انه هلا من عم يعطوهم للسوريين والسوريين انتبهوا كل شيء اللي بيعطوهن هي بيلاقوه كما كما بقولوا بالعربي آه يعني آه بينبسطوا فيه يعني المية والمئتين وال200 دولار ايه بالنسبه لألن ايه لأنه قديش الدخل بسوريا؟ الحد آه الأدنى بسوريا لحد الادني بسوريا قديش خمسين آه دولار؟ ستين آه دولار؟ سبعين دولار وهلا في أزمة اقتصادية آه بسوريا آه في حصار على سوريا اقتصادي رهيب آه في تضخم بسوريا هيل قد صارت الليرة السورية قد كانت وقد صارت الليرة السورية قد كمان خلينا نقول انه بسوريا على صعيد الحكم في فساد في فساد بسوريا ففي بنى تحتيه مدمره كلها سوا وبالتالي هلا بيجي بيقول لك هذا سوري انا خي انا هوني انا انا عايش مم. عم باخذ نقدا مالتي مدارسي طيب وين بدي يروح انا هونيك في بنى تحتيه منها موجوده والاوروبيين والغرب ادمين شرسين واشرار بحكيها نعم. بكل صراحه آه آه. البحر رابطين عوده النازحين بامرين اساسيين قد يمتدا الى نصف قرن او قرن شو هن اول شيء الانتقال السياسي تغيير النظام تغيير السياسي. النظام تغير النظام انت خذت حرب عشر سنين وجبت مئات الالاف ومتغير. وما, قدرت تغير لانه هذا النظام السياسي في سوريا ما مثل ما انت بدك تغيروا وتعملوا غربي غيرك دعم النظام روسيا دعمته الصين دعمته ايران دعمنا نحن دعمناه لانه تصوري انه لو كان هذا النظام م. هلا مع, مع مع مع, امريكا ومع اوروبا بالحرب آه. على غزه شو كان صار انقلبت قلبت مع معاييركم مع اذا هذا شرط انه تغيير النظام ربطوا بالاعمار آه. شو الاعمار؟ أه. يعني اعاده بناء المدن والقرى والبلدات أه. حتى الرئيس الاسد قال انه يعني حتى ربط بين عوده النزحين او عمل رابط بينهم وبين اعاده الاعمار اكيد أه. لحتى يقول كمان للاوروبيين انه تفضلوا ساعدينا على الاعمار بسوريا شو الاعمار؟ هذا شغل دول هلا بدك يصير اول شيء شغل دول ثاني أه. شيء تقديرات أه. الامم المتحده وصندوق النقد والبنك الدولي انه بدها سوريا حوالي 400 مليار دولار لاعاده البناء او لاعاده الاعمار حسب تقديرات جامعه الدول العربيه من غرشار جامعة الدول العربية ما بنسمع فيها لي. ما بعرف إذا بعدها موجودة ولا لا نايمة نايمة بتقول 900 <applause> آه لا هلا فيقوا هون رح يروحوا على البحرين مم. ويعملوا مؤتمر منشان شو هذا المؤتمر؟ نعمل مؤتمر معلش 57 دولة إسلامية وعربية وعملوا, وعملوا بيان حسة العالم أنه خلص ماشي الحال رح يوقف الحرب بغزة ورح نعمل الدولتين ويجب سمعتي بعد في فيما بعد ابدا ابدا للاسف هذا ديدان على كل حال ما بعرف تجربتنا قد يعني بدها تعلمنا انه نرجع نتامل منه شيء لا ما فمن شان هي انه بالنسبه للغرب اذا في تعجيز اليوم آه للرجعه على بلادهم اخواننا السوريين انه اعاده الاعمار وتغير وعندنا المنزام. سلطه سياسيه في آه يعني والبلد هون لبيس لاشياء كثيره كله جاهز لحتى يتامل مع انه المزاعم اللي بتقدمها اوروبا وامريكا لابقاء النازحين مزاعم باطله مزاحم باطلة تماما ليش؟ لأنه يا خيي هلا عم بتأمنوا لهم هودي طيب رجعوهم على هونيك أنتوا وين قاعدين هم بالفلات وبالقصور؟ أبدا يعني كمان عظيم؟ يعني هونيك ما فيك أنت قاعدوهم مثل ما هن هلا قاعدين هاي وحدة اثنين أنا بدي أقول شغلة أنه للأوروبيين أنه هودي بدنا نأمنهم أنه ما يضطهدن النظام السوري عظيم عظيم تعوا قولوا هلا للسوريين نعمل انت مع النظام اذا مع النظام ارجع على الاماكن فيها التي النظام. يوجد فيها النظام أهل. النظام السور. السوري صح. شيء م. ما بنخاف عليك سياسيا انت ضد النظام في اماكن بتساعد خلينا ناخذك م. بدك تروح على ادلب بدك تروح عند الاكراد على دوله شو اسمه هودي ال... ايه على قصد قصد, قصد. بدك تروح بتحب الامريكان روح على الحسكه روح اقعد محل ما الامريكان بدكم تعيشوهم وتعطوهم مصاري هول مصاري روحوا اعطوهم اياهم، اثنين ما تسرقوا نفط سوريا. نفط سوريا يسرق ويباع برعايه امريكا, أمريكا واوروبا، طيب هول عم بتطلعوهم من سرقه النفط السوري، م. ما بكفي انه تعمرون للمليونين نازح بيوت وتقعدوهم فيهم وتأهلوهم، ماشي، لو خطة عملوا استراتيجية طويلة الأمد سنة اثنين ثلاثة وبلشوا نقلوا هالناس حتى نعم. نحن. استاذ أمين يعني كان يفترض يشاركنا النائب الدكتور فادي علامة ولكن يبدو مرتبط بشيء ما بمجلس النواب عم بحضروا لجلسه بكره ما بعرف شو رح الله يعطيهم <applause> اي بس اللي بيعملوا دكتور فادي تحيه لصاحبنا اكيد ينتبهوا مثل ما عم يعملوا فادي... ال... الموازنات نعم بس ما يعملوا هلا هل... آه... لنشوف آه بس الدكتور فادي علم اللي هو شارك هو رئيس لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس النواب نعم وشارك بالاجتماعات اللي صارت مع المفوضيه الاوروبيه الرئيسه والرئيس القبرصي كمان اللي كانوا بدي جمعه جمعة الماضي فبيقول هو أنه على القليله هايدي خطوة حلوة يعني قدروا وثمنها أنه بلشوا الأوروبيين يتجهوا للبنان ويقولوا انه نحن ممكن نساعد خطوه حلوه المليار آه اي يعني هيدي خلينا نعتبرها خطوه اولى م. وقد تتطور فيما بعد الى خطوات لاحقه م. فخلينا نشوفها بايجابيه هلا هيدي هيدي النقطه أنا, انا لا اشاطرهم الراي ابدا م. انا مع انا عندي راي آه هيدي بالعكس يعني رشوه للحكام اه بعد قال رشوه يعني آه رشوه ونص آه. رشوة ونص ولا أن يستفيد من الاقتصاد اللبناني نحن بلبنان بحاجة لمليار أورو نحن ما سادر وقت نعملوا اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وسموه اتفاقية موظفين وأنه لبنان لازم يعمل إصلاحات طيب لبنان نفذ الإصلاحات شو قالوا له قالوا له عمل موزن عمل قالوا له ارفع الدعم رفيع خفض سعر الليرة عمل مش هيك شو قالوا له خفض القطاع العام هاي ده الموظفين عم بفلس طيب آه. عمل كل هول لبنان ليش ما عطوه 3 مليارات دولار ليش لانه بدي يخلوا لبنان فقير ومعدم ومفتت ما بدهن يعطوه شيء طب هلا هون نحن مليار أورو نحن قديش خساره لبنان هلا هلا قديش خسارته لبنان إذا بدنا نجي نحسبن على الورقة والقلم، أنا بس بدي أحكيك رقمه كتبته وبعته ونشرته بجريدة نداء الوطن، كتبت مقال عن المصرف المركزي، المصرف في لبنان يصادر 103 مليار دولار من حقوق الدولة. حقوق الخزينة. يخسر 105 مليار دولار. هلا هول مليار أورو، هلا صار الأورو تقريباً بيساوي دولار، هني شو بيعادلوا من كل هالخسائر الموجودة في البلد؟ حتى نحن انه نقبل شو, شو فيها ايجابيه انه ناخذهم اللي واسكتوا ومن هلا لاربع سنواتنا من هلا لاربع سنوات المليارين ومليونين و100 احسبي لي المعدل الثلاثه أربعة هيك يوميه 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 يومي هلا يومي كمان يومي. كمان هي ربطت بتاهيل القطاعات الامنيه لا سيما اللي هي مسؤوله عن موضوع الهجره لحمايه لل... يعني بنعمل لهم وحدات امنيه حرس خاصه حرس لحتى يحموهم للسوريين كان, كان واضح كان واضح انه اوروبا ل... كيف ما يخليه يسالني مثل كلهم يقروا شو الرئيس الامريكي، شو رئيس مفوضيه المال، يعني هون بدي انا الـ 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 بس اقرا لك شغله الرئيس الامريكي ترامب بيقول بسنة العام 2017 ندعم إعادة توطين اللاجئين في أقرب مكان في بلادهم بدل المليار ليرة هذا شو؟ مليار يورو <applause> لحتى <بل بالطوطيئ. تصفيق> <applause> بالتوطين ارسل مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقه تم تجميع النازحين داخل سوريا وفي الدول المجاوره لحمايه اوروبا كيف ال مليار مليار يورو لشو تم تنفيذ مشروع الاداره المتكامله هلا بيجوا هذه المؤتمرات بروكسل وكذا للحدود المتكامله للحدود المحاصره للاجئين في لبنان ومنعهم من عبور البحر المتوسط نحو اوروبا نعم. كل هذه المؤتمرات تركز انه خذوا مساري ما تخلونا نروحوا على اوروبا نعم. طيب يا مساري نحن وخلينا نرجعن على سوريا شيء كيف ان أعلن, اعلن رئيس الخبراء في المركز الدولي لتطور سياسات الهجره فيل فيل جونسون عام 2016 تكون بدايه ان الاتحاد الاوروبي يعتبر لبنان خط دفاع ويمكننا القول ان حدوده الاتحاد الاوروبي قد تكون بدايه حدود الاتحاد الاوروبي يعني حدودنا آه. بدايه حدود الاتحاد الاوروبي، آه. آه. شو عم بيقول أنه عم غيروا شو؟ عم يعطونا مصاري كرمال شو؟ هل ربطوهم بعوده النازحين؟ هل قالوا خذوا هذه المصاري لتامين نفقات العوده؟ آه. كيف؟ فرضا نحن قبلنا نخليهم واخذنا مصاري، يعني هلا قال لي هذه 10 مليار بالسنه عفوا اكثر يعني على اربع سنين وخلوا السوريين عندكم بنحمل؟ ما 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 نحن ما, ما عادش في بلد شو بدنا نحمل؟ نحن خلاص يعني نحن منهارين ونحن من نحن دولة من منهارة، نحن دولة مفلتة، نحن دولة مفككة، نحن الديمقراطية عندنا تتغير تماما وبالتالي بخلال هذه الأربع سنوات ومش بخلال هلا 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 هيدي التو مين مين بيعرف يعني إنه يجوا هلا إذا بدهم يفجروا البلد أمنيا بواسطة النازحين السوريين ما بيفجروا أمنيا من الداخل، من يتحمل هذه المسؤولية؟ مين بيتمم كلام ليش انا بدي اكون حزام يعني بدي اكون انا حزام أمني مصادر امنيه كبيره يعني بعدين محكة. اليوم في فرصه بالبلد معلش يسمحوا لنا فيها في فرصه مم. يعني المسيحيون في البلد والمسلمون انا ما بحب عندهم الاجماع عندنا اجماع انه يا اخي يا خيي هلا المسيحيين غلطوا بالاساس وكان انه ليش قصه النزحين البحر قصة, البحر قصه استقبلهم سياق عام في المنطقه آه. لانه وقت كانوا اجوا النازحين السوريين كانت بعض قوى 14 اذار مع م. امريكا وضد ضد النظام السوري واجوا هون النزحين افتكروهن هذه ضد النظام وضد الكذا هلا اليوم في على حالها لا يا عمي وين رحنا؟ يعني وصل شو يعني اذا هن أربعين 40% من سكان لبنان المسيحيين والمسلمين واذا المسيحيين يعانون اليوم من عدم التوازن الديموغرافي. الديموغرافي وين بنصير؟ بلا. معلش يسمحوا لنا فيها صار في خطر وجودي اذا فينا نقول صار يعني خطر لا للبعض. لا سني ولا كل الاحوال ولا جلسه بكره استاذ امين انت توقعت من البدايه الكلام انه يمكن يطلع موقف آه رافض ولكن هيك مثل ما بنقول باللبناني مشلبن شوي يعني او غير مباشر متفق. او منه آه والمليار رح نقبل فيه انا بسالك سؤال آه. لو كان في نيه رفض م. م. من الاساس يستطيع رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بيتوها. انه نحن لا م... نحن بنرفضه لشو عم بت... هاي الجلسه لشو لا هاي, ل... هاي الجلسه لشو تعملوا شو تعملوا قانون م. اذا بتعملوا قانون انا معكم م. بس اذا بدك تعملوا طوش حتى بالقانون الحكومه هي المعنيه بالرد على هذه ال... بعدين بعدين من ش... من, وال... شو اليوم آه. في مجموعه من القوانين م. الدوليه واللبنانيه تسمح للبنان باعاده النازحين نحن عندنا قانون اللي بيدخل على لبنان قانون سنه 1962 ما في مجال نقراهن كلن سوا طيب سنه 92 بيسمح له للامن العام اللبناني انه يرحل اي شخص يشكل بتقديره خطرا على السلام والامن طيب ما صاروا عم بخش ما هني خطر حق. شو انه دولة فيها أربع ملايين ناس من فيها مليون نص صار تقريبا هن من دولة مختلف من جنسية مختلفة من شنو لو بلاد منا وسعة ولو بلادن انه هذا النظام يلاحقهم طيب انا بسال سؤال حسب احصاءات يمكن نشر الامن العام او غيره حسب هون بالصحف يعني انا ما مطلع عليهم بقولوا اكثر من 36 الف نازح سوري راع على سوريا ورجع على أي بايام عيد الفطر طب هذا ن... نازح نزح نزح ولا لاجئ كيف عم بفوت على سوريا وخايف من النظام كيف؟ بهالاسئله بها رح نختم بس واضحه الصوره للاسف رايحه مش لصالح لبنان، هذه القضيه رح تضلها ممسوكه من الدول اللي هي يمكن تعبث بالمنطقه كلها ودائما عم تنفذ اجنداتها وما يناسبها فقط، ولكن اليوم يا ريت مثل ما تمت الدعوة من اكثر من جانب لبناني، افتحوا البحر وخلي السوري ياخذ مجاله انه يهاجر وهجره مرتبه مش بقوارب الموت، حقه انه يتنقل بهذه ال المنطقه البحريه وخلي لبنان ياخذ حقه بالنهايه بعتقد هو المخرج الوحيد اللي طيب. نادى فيه اكثر من طرف ما لي ما ما خلينا نقول من عصبيه ولا من شيء قليل هلا روحوا على اوروبا خذوا هذه بواخر وهذه كذا وكل شيء ايه. وتفضلوا على هالمرافق اللبنانيه بلا ما يروحوا تهريب وموتوا لا يروحوا بهالطريقه هاي هذه احد الطرق واحد الوسائل انا بدي اقول شغله بدنا نختم استاذ لبنانيين. على عليكم ان تفكروا ايه. عليكم ان تفكروا مصلحه لبنان أولاً لا اوروبا ولا امريكا ولا اسرائيل م. ونحن هذه المعركه هي من ضمن معركه استراتيجيه كبيرة, كبيره بين محور غربي يريد تفتيت المنطقه وتفكيكه وبين محور قوى موجوده بالمنطقه ترفض الانصياع الى الهيمن الاوروبي والامريكي لازم كلنا نتفق على هذا الموضوع شكرا استاذ امين صالح مدير المحاسبه العام السابق في وزاره الماليه وشكرا لكل من رافقنا في هذه الحلقه من برنامج حكي مسؤول اختم مع تحيات الزميل احمد الشيخ في تنفيذ الحلقه اذاعيا والزميل البشير في تنفيذها تلفزيونيا اسعدني ان كنت برفقتكم في الاعداد والحوار سوزان شعيط ونلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل كونوا دائما على الموعد السلام عليكم